خلينا نتكلم على في قمة رئاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البشير رئيس جمهورية السودان، يعني شايف هذه القمة الرئاسية أو هذا اللقاء المرتقب إزاي، خاصة بعد فترة من الجمود في العلاقات بين مصر والسودان، وخاصة أيضا مؤخرا تم فتح معبر تجاري وهو معبر أرقين للحركة التجارية، شايف مستقبل العلاقات بين مصر والسودان ممكن يكون عامل إزاي؟ لا أنا شايف إن طول السودان هي الامتداد الطبيعي، هي النسب، هي الدم، هي التاريخ، هي ولاد عمي ولاد خالتي، يعني السودان هي السودان، مصر والسودان. مهم جدا اللقاء، بص لقاءات السيد الرئيس بالقيادات الأفريقية في العام مهمة جدا، وقيادة زي السودان يزيد الاهتمام، ما ينفعش الجمود. من حق السودان انها تدور على مصالحها، بس في سؤال في سد النهضة، بعني بسد النهضة وبعض التصريحات، ولكن في سؤال، المصلحة الكبرى أم المصلحة الصغرى؟ ما هي لازم نبص على المصلحة الكبرى. هل من مصلحة السودان القومية الوطنية إن مصر تعطش؟ إن مصر ما تبقاش فيها استقرار؟ طب ما أنت مش هيبقى عندك استقرار، زي ما لو السودان ما فيهوش استقرار أنا مش مستقر. إذن لقاءات ما بين الزعيمين في مصر والسودان هامين جدا للشعبين قبل أي شيء. ولو الرئيس السوداني أو الرئيس المصري مش فاهم إن مصر والسودان ده جسد واحد، فالجسد ده هلفظه أيا كان هو مين. خلينا طيب أسأل حضرتك عن التواجد المصري في أفريقيا بشكل عام، شايف حاليا التواجد المصري في أفريقيا عامل إزاي، وخاصة بالطبع وحضرتك عضو في لجنة الشؤون الأفريقية ونائب لرئيس البرلمان الأفريقي للشؤون السياسية. لا بص اقول لحضرتك حاجه، احنا دوله بصوا. احنا فاكر كده لما ربنا يكون يقول لي ايه، يقول روح لقوم عاد، روح لقوم ثمود، يبعت لقوم، عندنا ابعته لفرعون، قال له اذهب الى فرعون، راح لفرعون، واخد بالك؟ احنا دوله مركزيه، الرئيس بص فينا تلاقي الدوله كلها بتبص وياه، مبارك بص بعيد، بص على اوروبا وبص على امريكا وساب افريقيا، الدوله كلها سابتها. السيسي النهارده بيبص على افريقيا وموجه نظره لافريقيا وامكانياته لافريقيا، كل الدوله متوجهه لافريقيا. واكبر دليل ان انا كنت بحاول اعمل لجنه للشؤون الافريقيه من 10 سنين ايام البرلمان بتاع فتحي سرور وايام برلمان الاخوان ولم ننجح، نجحنا المره دي. اذن في اراده سياسيه، في اراده سياسيه ورغبه واهتمام بافريقيا، وده بيتحول لكل الوزارات، ان بقى عنده ملف افريقيا، بقى عنده اللقاءات الأفريقية، بقى عنده المؤتمرات الأفريقية. طبعا دي بداية، احنا سيبنا 30 سنة في فراغ حصل، الفراغ ده بتاع مصر اتملى بدول تانية. النهاردة عودتك لازم ان الدول دي هتعافر وهتحارب انها ما تسيبش الفراغ اللي هي اتمكنت فيه من 30 سنة بسبب غيابك. إذن هي معركة كبيرة، معركة العودة، معركة التواجد. لكن حقيقي نسمع كلمة رئيس برلمان عموم أفريقيا لما قال حافظوا على جيشكم يا مصريين وحافظوا على رئيسكم، لأن الرئيس بتاعكم وجيشكم مش ليكم بس ولكن لأفريقيا. سقوط مصر هو سقوط للقارة. قال نفس الشيء ترامب وهيلاري، إيه اللي يخلي اتنين مرشحين يروحوا يقابلوا رئيس جمهورية إلا لو رئيس الجمهورية ده يجيب له أصوات؟ المرشح بيدور على أصوات، يعني أي مرشح بيدور على الأصوات، الأصوات مستشفى، مدرسة، طريق، هي دي الأصوات. لكن لما أروح أقعد مع الرئيس السيسي معناه أن الناقب الأمريكي يعلم أن هذا هو الرجل الوحيد وهذه هي الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهاب فعلا. ولكن اللي احنا شايفينه في سوريا مفيش حرب ضد الإرهاب، ده بيضرب في إرهابي وده بيضرب في إرهابي وده بيحمي إرهابي وده دي الحقيقة، البلد الوحيد. وبعدين رجل صادق ما قالش حاجة وكذب فيها، فبقى ليه شعبية. الحمد لله انا 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 مطمن لبكره. احنا لسه عندنا بلد، احنا لسه عندنا مطار، احنا لسه عندنا شارع، احنا لسه عندنا باسبور، احنا ما عندناش يعني عندنا مهاجرين وعمليه بقت تقطع في القلب لما اشوف لاول مره في تاريخ مصر ان عيله كامله بتهاجر، كان زمان شاب بيهاجر، ودي محتاجه مننا كلنا ان احنا ننظر ليها نظره مهمه جدا، ازاي العيله المصريه بقت بالكامل بتهاجر.